يقول: هل ستعود مظاهر الشرك إلى جزيرة العرب مرة أخرى؟ عادت، هي ستعود، عادت، موجودة في جزيرة العرب، لولا أن الله حمى هذه البلاد بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فطهرت من الشرك وعبادة القبور، وإلا صارت مثل غيرها من البلاد المجاورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل حديث لا هجرة بعد الفتح يدل على أن مكة دار إسلام إلى قيام الساعة؟ إن شاء الله، إن شاء الله أنها دار إسلام إلى أن تقوم الساعة. نعم.